والله يا الصناعات ما شاء الله تبارك الله كده، الصناعات الكهربائية سجل الهدف الرسمي من فوق 31-30. خلونا نشوف الشارت على الأسبوعي، شوفوا هذه المنطقة، ترى يا جماعة منطقة على الشهري، شوفوا هذا الخط حقها لو خليناه عريض شوية، يا سلام، شوفوا هذا المحور اللي حاطط عليه دائرة. ما هو الهدف اللي حينفتح لو اخترق الصناعات 32-60؟ هو قريب 34 ريال، وهي منطقة 78 فيبو من الموج، والعبرة بالخواتيم طبعا، يعني أنا لا يغرني اختراق 32-60، هذه تحتاج إلى إغلاق يومي وأسبوعي كمان من أهميتها، وبكرة الإغلاق الأسبوعي واليوم إغلاق يومي. العموم لو حصل أنه اخترق الصناعات وين رايح؟ رايح 34، لأنه هي تمثل 78 فيبو من الموج. الآن الصناعات ما زال يعيش نشاطه القوي منذ أن تخطى الترند وتخطى مناطق 27.5-28.70، واستطاع أنه يواصل، وشوفت عينكم اقترب من سقف البولينجر عند 33.16 على النظرية، و33 على النظرية، و33.16 على البولينجر، و34.78 فيبو. هذه الأهداف المفتوحة الآن في الصناعات إذا حافظ على 32.60. العموم السهم بشكل عام ما لم يكسر 31.30 ممتاز، يعني في بعض الأسهم توصل أهداف تطلع شوية ترجع تكسر توهمك إنه ما هي رايحة. طيب نحن ما نقول لملاك السهم والله انتهت الموجة، ليش؟ لأنه الموجة قوية، ممكن بعد كم يوم يخترق ويروح ويكمل، حرام، ويفوت على الناس ربح كبير في السهم. الآن الصناعات وجوده دائما وأبدا خلال شهر مارش فوق 31.30 في 14 يوم الباقي، هذه قوي، اختراق 32.60 هدفه 34 ريال زي ما انتم شايفين على الشاشة.